الجوية ثمار المتضررة من قوة العاصفة التي اجتاحت ضيعة التفاح والذي يقدر حجم إنتاجه السنوي بأكثر من 200,000 طن. ما عمر هاد الخير اللي طاع عندنا ديال هاد التبروري في هاد الإقليم هذا، واللهم لك الحمد، هذا الشيء أمر الله، ما عندنا من نعمله. الحجم الكبير لحبات البرد المتساقطة تسبب في أضرار بليغة لأشجار التفاح، خصوصا منها تلك الغير المغطاة بالحواجز البلاستيكية الواقية. بالنسبه لنا بعض البارسلات اللي عندنا فيهم الفيلي، يعني شي بسمك اللهم لك الحمد، انت كتشوف كيفاش داير سميتو، ولكن كاين بعض البارسلات اللي ما فيهمش الفيلي ما بين 35 حتى 36 تقريبا في المئة ديال لي ديغا. ورغم تجهيز هذه المساحات الزراعيه بمدافع تفكيك البرد، الا ان عددها لم يكن كافيا للتصدي لهذه العاصفه الرعديه. رغم هاد لي كانون تيغريل هما ما كافيينش، ما كيغطيوش الحاجيه ديال ضد التبروده، ولكن الحمد لله كما شفنا في الربعه ديال اليوم طاح التبروري هذا، وكانت اضرار جسيمه اللي كانت تقريبا ما بين 35-40% ديال الاضرار، ولكن الحمد لله هذا قدر الله. وتبقى أهم وسيلة لحماية الضيعات الفلاحية من البرد هي الحواجز البلاستيكية الواقية، والتي تساهم وزارة الفلاحة في تغطية أكثر من 40% من تكلفتها في إطار مخطط المغرب الأخضر.